الرحيم. كان لي هذا المساء شرف حضور وتلبية دعوة الشيخ العميد علي بن عبد الرحمن أمطيري في استراحته العامرة في أبار الماشي بحضور الشيخ الأستاذ الدكتور غازي بن غزاي العارضي، عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة سابقا، والشيخ صالح بن عبد العزيز الدعجان الناشط المصلح الاجتماعي المعروف، وأيضا والدنا الذي جمعنا وكان سبب جمع هذا اللقاء الشيخ خبير بالمنطقة فضل بن محمد السهلي، وبتنسيق نجله الناشط البيئي الاجتماعي عبد الرحيم فضل السهلي، واخي الدكتور عبد الوهاب، والشيخ مصلح السراني استاذ فلاح الردادي، والشيخ سليمان السهلي، وعدد من الحضور الذين شرفنا بهم في هذا المساء واستمعنا إلى أحاديثهم واستفدنا من خبراتهم المتنوعة. خالص الشكر والتقدير لصاحب الدعوة وصاحب المجلس الشيخ العميد علي بن عبد الرحمن أمطيري، والشكر للحضور، وأكرر الشكر لشيخنا أخي الفاضل الشيخ صالح بن عبد العزيز الدعجان، ولأستاذي وشيخي الشيخ الأستاذ الدكتور غازي بن غزاي العارضي. ويتجدد بنا هذا اللقاء الجميع بخير وصحة وعافية إن شاء الله تعالى. آمين. جزاك الله خير. خلنا ندعوهم بكرة.